مقبول قاعد تشوف. ابدا ابد ما رب ابدا نو نو جامي ما ما نين ما نين قبلو تشوف ما انا قابل انتم شو افهمني صن اسمعنا نقولها صنت لي انا قابل معاكم بروجي انا هو اللي جايبها لكم انا 560 ما ندورها 560 اللي شراك علي انا قال ما ودعتك المولى ماكم موثوقين تواخذ عنا مرحبا الو مرحبا مرحبا واخرت والله ما كنت عارفك والله مرحبا سهل ولا انت مش طار فيك وياك لاباس قلت لك البروجي بعديك قلت لك ما طرف اخبار هالشي ما سمعتها رحلت وخارج مالك شوط والله انا لله وانا اليه راجعون لا تنقازتو سيد المدير ياك اللي اخذته بشي طيران هذا هو المهم منها قلت لك ما صاحبنا هذا جديد الساعة صار عداك نبته ما هو مهم دارك اجي خليها عندي ما شافوني انا شكون الشخصيه البلايا والشرويطه والقبره ايه يا مخلوق مولانا يا اخويا انفجر عنا يا اخويا انفجر قتلنا خيالي طول عمرك ما فات تطلع عنا مدير ولا فات تطلع عنا حد يخليك ان شاء الله يفرشينا قتلنا خيالي يا اخويا عندي عنا قاع مره حق لي مات فكر ايش شفت الشارع ولا راك احنا في حادث في باب القاضي لا اله الا الله بعدين القروه ما لقيت جاه من حد ينفع وجاه من حد ما ينفع وجاه من حد معلوم وجاه من حد ما هو معلوم لاك مشي لاك فوا دقيقة لاك فوا دقيقتين هون ما يطلع فيه إلا أنا وحدي في الدنيا نطلع الفجر مساء ما يسبقني حد يسوى هو من هو وعاقب هذا مولي ما في مولي رسموني ولا يعطوني عناية الحكم رسموني أنا اللي تعاقب علي من المدير هون ما يوفى تشهد عليها هاي المقعيدة سبحان الله العلي العظيم يا خيتي ما لقيت جاك من مدير واحد يفوت نهار واحد يفوت نهارين واحد يفوت سنه واحد يفوت سنتين سبحان الله مقلب الاحوال وفلانتوه ما دام في مكانه الحمد لله وهذا كامل هون مشيني انا كامل اللي كنت انا ماني هون ما يعود حد هون يا مولانا ويا مفيد ويا مولانا ويا مفيد جيب لنا مدير يمد ايده سياه لا لا سياه سياه ويا مولانا زاد انفعني بالمدير يجي يرجعني سياه مدير بعدين ينشنقني الوالد انا عارف اني احس زين